صباح الخير أو مساء الخير يا برج العقرب. القراءة النهاردة للعاطفة والعقل في الطاقة العامة. برج العقرب، أنت تقريبا كده زعلان مع الشريك، ممكن أنت شايف كده، ومقدم لك حد، مقدم لك عموما يعني عرض، ممكن يكون عرض حب جديد أو عرض مصالحة، ولكن انت زعلان قوي 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 قوي، وقاعد تحت الشجره وبتشكي همك للكوبايات. مش عارفه انت اتجننت ولا ايه. برج العقرب برج العقرب على فكره برج، يعني هو صحيح لدعته القبر، ولكن والله حساس جدا 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 جدا، وبيحب قوي اللي يحبه. يعني المهم ان انت زعلان قوي، وده كارت والله بشوف فعلا برج العقرب، لانه عنيد قوي، متمسك برايه قوي. فحد مقدم لك عرض وانت مش شايفه اصلا، ومش شايف حاجه عموما، وعموما بتدور على كوبايه فاضيه هنا، سوري، كوبايه مش موجوده، وفي عرض تاني جاي لك ولكن انت مش عايز. برضو هنا نفس الكارت، برضو حد مقدم لك حاجه، حد مقدم لك، ممكن يكون دي طاقتك ودي طاقه الشريك. هو مقدم لك عرض، ممكن يكون عرض حب بالظبط، وفي عداله في الموضوع، عايز يعمل عدل في الموضوع او يرجع العلاقه مره تانية، ولكن انت تعبان قوي وبتقول له امشي بقى، وكفايه بقى، كفايه كده، عمر اللي راح. وعمال تسمع في برضه تامر عاشور، وجيت على كرامتي كتير بقى، والحاله العصبيه بتشتغل. طب مشاعر الشريك ايه؟ ده انت مش شايل منه قوي يا برج العقرب، شايل منه، شكله كده عمل فيك حركه مش حلوه. ممكن تكون اكتشفت ان في طرف ثالث في العلاقه، ومش طرف ثالث، لما يكون في ثلاث سيوف كده، ممكن تكون خيانه او برضه مش خيانه، بيكلم حد، بيعرف بنات كده، يعني بتعرف ولاد عشان تمشي على الشخصين يعني، او اكتشفت ان في حد بيكلم حد وخلاص. طيب، برج العقرب، الشريك مشاعره حلوه قوي وبيحبك، وشايفك انت السول ميت بتاعه، وشايفك انت اللي هتحقق له الحاجه الحلوه اللي في حياته، ومش شايف اي مشاكل في العلاقه اصلا هو، ومازال بيحمل ليك المشاعر الطيبه الجميله. واعتقد ان هو فعلا مقدم لك عرض مصالحه، لان انت قلبك مجروح قوي منه، وبيقول لك ما تيجي بقى نرجع المال مجاريها بقى برج العقرب. وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني، ومتمسك برايك، بس هو مازال بيحمل ليك المشاعر. لو بتتعامل مع حد من برج الاسد ممكن، او برج مائي برضو زيك، او هوائي، مائي برضو هنا تاني. طيب، انت بقى يا برج العقرب، قلبك مجروح قوي 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 قوي، وندمان على العلاقه ككل، وندمان بقى على اي حاجه حصلت. يعني لو كنت بتديله، لو كان محتاج منديل واديته منديل كده في يوم من الايام، انت ندمان على المنديل ده. وبرج العقرب اصلا أقرب، انا قمر في العقرب، انا يعني لو قلت لواحد ازيك بندم، بندم والله على كلمه ازيك دي، صوابعي تعبت في الكتابه، بندم على الصباع ده وكتب ازاي كده، انا ندمان. فانت ندمان قوي، وعندك حصه شديده قوي من الـ من الـ من العلاقه، وشايف ان هي علاقه فاشله، وانت ما يعني يقول لك ما خرجتش الا ب يعني لا تبقي بلح، مش عارفه بلح اليمن ولا عنب الشام تقريبا، لما سالت كده صح. فيعني الكارتين مش شبه بعض خالص، هو شايفك ان انت السول ميت بتاعه، لانه مقدم لك عرض تاني اهو، ده متمسك بيك قوي يا برج العقرب، ده مش سايب، مش هيسيبك اصلا، ده راجع، وتقريبا دينية صادقه يعني، مش بيهزر معاك، لان هو اهو بص، حتى الكروت جايه ورا بعضها اهو، يعني ما باخدش كارت رابع، بس هي جت زيها. عايز يعمل عداله، هو تقريبا حاسس ان هو بوظ الدنيا في خناقه حصلت بينكم ولا حاجه، او شاعر بانه فعلا 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 عمل حاجه غلط. انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك، او وصل لك اخبار ان هو بيكلم حد عليك، وسبت العلاقه وقلت له شكرا قوي على كده ومشيت. فهو راجع بقى يقول لك لا ما تسيبنيش، والله انا من غيرك ولا اسوى، والكلام ده بقى كتير ده، وتعالى بس انت زعلان منه قوي قوي قوي، ومتألم منه قوي قوي، لكن هو شايفك ان انت السول ميت بتاعه، ونفس الكوبايه، ويعني نفس الكوبايه ليه؟ لانه فعلا انت كنت مديله حب جامد قوي قوي،
ومديله مشاعر طيبه وهو كان بيديلك برضه، او ممكن يكون مش بيديلك لان انت مشيت وسبته، بس هو شايف ان انت كنت بتديله وهو كان بيديلك نفس الحاجه يعني. طب هو شايفك ازاي يا برج العقرب؟ هو شايفك ان انت شخص عنيد ومتمسك برايك قوي ومتكبر كمان، وهو شايفك كده بقى عشان ما تقولش حاجه، بس هو صح يعني انت فعلا متمسك برايك قوي، وتقريبا عايز تبص لقدام وتسيبه واديت له ظهرك وبصص لقدام وسايبه خالص وخلاص بقى، اللي هو انا مش عايز منك حاجه وانا هستقر لوحدي وهبقى لوحدي وسيبني في حالي بقى لو سمحت، لان انت فعلا رافض العرض بتاعه، رافض عرض المصالحه دي. طيب انت شايفه ازاي؟ انت شايفه لو بتتعامل مع برج الاسد طبعا، انت شايفه شخص اعتقد يا برج العقرب هو شخص برضو في صفة اللي عنده، وشخص متحكم قوي، ممكن يكون كان بيخنقك في العلاقة وكان ماسك عليك قوي، وشخص بيحب يتحكم في اللي قدامه بالمعنى التاني، يعني بيحب يتحكم قوي في الشخص اللي معاه، متحكم قوي، شايفه متحكم قوي 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 قوي، وممكن كمان تكون شايفه ان هو ما ادكش المشاعر اللي انت تستحقها، يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيديلك نص مثلا حاجه، اديله مثلا تكلمه مرتين في ثلاث مرات في اليوم، هو لما تيجي انت تنتظر المكالمه منه ما يكلمكش، او انت اللي كنت بتبدا بيه. شايف ان هو شخص متحكم وشخص بيقفل قوي 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 على نفسه، مش قافل على نفسه يعني منعزل، لا بيقفل قوي على حته ان هو ما يديش لحد مشاعر، قافل على مشاعره قوي، او متحكم فيك قوي قوي قوي، متحكم. المهم ان هو شخص متحكم وعنيد وبيحكم رايه وغيور، ممكن يكون غيور كمان، كان بيغير عليك قوي قوي قوي، شايف ان هي يعني علاقه فيها تحكمات كتير قوي، لان انت مجروح قلبك قوي منه قوي يعني، وفي حسره وندم بيه، ولكن هو ما يعني انا حاسه ان هو مغيب او حاجه زي كده، لان هو يعني عارف انت لما تقفل معاه تقول له امشي من هنا يلا وما تجيش هنا تاني وبتاع، فيقول لك لا انا والله ما هسيبك يعني انا بحبك. برج العرب بيضحك على نفسه برضه ساعات ويقول ايه، يقول لا انا همشي من علاقه. هو لا، هقول لك بقى برج العقرب هو عايز يعمل ايه. هو راجع، لو انتوا بتتكلموا مع بعض ومفيش فراق ولا حاجه، واعتقد هو مفيش فراق، هو عمال يكلمك دلوقتي او هيكلمك، وممكن يكون دي تاني عرض يقدمه او تالت عرض كمان، او بيزن عليك لانه زنان قوي، زنان وما بيقاس على فكره، ما بيقاس، شخص ما بيقاس. كل ما هتجي تقول له انت جرحتني وقطعت في قلبي وتعبت معاك قوي، يروح مدافع عن نفسه بقى، هيدافع عن نفسه ويقول لك لا والله ده انا بحبك اهو، استنى بس استنى بس انت رايح فين؟ خد بس ما اقول لك هنا، ده انا بحبك، انا غيور، او انا متحكم، او انا مش عايزك تكلمي حد غيري، او انا مش عايزاك تكلم حد غيري وبتاع، ولكن انا بحبك، او انا بحبك عموما يعني، عشان لا تقول بنات نزهه. يعني هو شخص باقي عليك قوي يا برج العقرب قوي، ومش ناوي، لا مش ناوي يمشي، مش ناوي يمشي خالص، وشايفك انت الحاجه الحلوه اللي معايا يعني. انت بقى ناوي على ايه؟ انت ناوي توازن، ناوي توازن عموما، سواء لو كنت هترجع في العلاقه دي مره تانية، انت ناوي توازن بين عقلك وقلبك، لان الظاهر يا برج العقرب ان انت اديته كتير قوي قوي، واديته اكتر ما هو اداك، فلذلك انجرحت وحسيت بعدم تقدير في العلاقه دي بالظبط كده، عشان كده انت عايز تعمل توازن. انت بدل ما كنت تديله العشر كوبايات مثلا، هتبدا تديله مقابل كل كوبايه، هو يدالك انا هديك كوبايه، هتكلمني كلمتني النهارده هكلمك، اهتميت بيا ههتم بيك، غير كده لا يا عم، انا اتعلمت الدرس، انا انجرحت منك خلاص. تقريبا الوجع ده فوقك يا برج العقرب، وهتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو هيدافع عن نفسه، يقول لك لا والله ده انا بحبك وبتاع وتعالى نرجع، فلو هترجع هتعمل توازن في العلاقه دي، وناوي انت اللي تعمل التوازن ده، ناوي تقول له بقى انا اشوف بقى هتخوني يا اخوك. لا طبعا يعني ما الخيانه ما تبقاش قصاد الخيانه، ولكن ناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقه دي يا برج العقرب،
وتقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسكت المره دي. طيب هو شايف العلاقه ازاي؟ هو بصراحه يعني العلاقه حلوه، هو ظن ان هو خلاف على حاجات فعلا يعني بسيطه، مش حاجه صعبه يعني، الا لو كانت فعلا انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقه. ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي بيتسلى بيه. انا حاسه ان هو شخص زي ما قلت لك شخص متحكم وشايف نفسه شويه، ممكن يكون بيشتغل حاجة في مثلا مشهور على السوشيال ميديا او مشهور نوعا ما وشايف نفسه وبيحب يكلم ناس كتير قوي، بس في الاخر انت 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 اللي في باله على فكرة. يعني سواء بيكلم، انت لو شفت انه بيكلم بنات غيرك ولا حاجة، بس انت برضو انت رقم واحد عنه. هو شايف العلاقة ازاي؟ هو شايفها علاقة جميلة قوي وعلاقة فيها ذكريات كتير، الظاهر ان انتوا فعلا بقالكم كتير فترة مع بعض وفيها ذكريات حلوه قوي، وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد، ما يقدرش يبعد عنك. لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك، برج الاسد عموما لما بيحب ما بيسيبش، فهو شايف ان هو ما يقدرش يبعد عنك. انت الشخص المناسب ليه، الشخص اللي بيحسسه بالظبط كده، الشخص اللي بيحسسه بان هو طفل، طفل بيتعامل بطبيعته معاك، بيحس بالحنان في العلاقه دي. انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقرب، واديته مشاعر جميله قوي قوي قوي، حسسته الاحساس ده، خلت العلاقه بالنسبه له زي الجنه، مليانه كوبايات فيها ورد، مش كوبايه فاضيه، دي فيها ورود وفيها مشاعر، العلاقه دي مليانه مشاعر. عشان كده هو حاسس بان انت السول ميت بتاعه، انت الطرف الحلو اللي فيه. عارف لما يقول لك انت اجمل حاجه في حياتي، انت اجمل حاجه في حياتي. حتى لو هو مشهور او بيشتغل كتير او مشغول عنك، فلا انت رقم واحد يا برج العقرب، ما تخافش ما تخافش يعني. انت كمان شايفه ان هو بدايه حلوه، وان دي وانها علاقه مليانه حب. على فكره علاقه فعلا مليانه حب، مليانه حب قوي، بس ممكن يكون فيه خلافات، في انت اتقمصت منه يا برج العقرب، خدت منه موقف، عمل حاجه يعني، وش يعني، اكيد برج العقرب ما بيقلبش كده. ولكن انت شايف ان فيها حب كتير قوي، العلاقه دي فيها حب كتير قوي، فيها مشاعر جميله قوي، فانتوا الاثنين مشاعركم متساويه، ولكن حصل سوء تفاهم مش اكتر، وتقريبا هترجعوا لبعض ان شاء الله باذن الله، او انت ناوي تعمل توازن. لو انت يا برج العقرب اللي مشيت وسبت العلاقه، لو انت اللي مشيت او مقرر تمشي، ركز معايا بقى، لو مقرر تمشي ومقرر ترفض عرض المصالحة وبتقول له لا مش عايز ارجع تاني، النصيحة بتقول لك انتظر يا برج العقرب، خليك في العلاقة ما تمشيش، لان الشخص ده بيحبك قوي وشايفك نص التاني، وشايف ان العلاقة مليانة حاجات يعني لو باظت هتبوظ معاه حاجات كتير قوي، لان هو بنى حياته عليك. ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحة حتى، يعني دي برضه شخص بينصح، فممكن تكون انت كنت بتنصحه، ممكن يكون كان في ازمه في حياته وانت عديته منها، المهم ان هو شاعر معاك بمشاعر حلوه قوي، فالنصيحه بتقول لك ما تمشيش لو سمحت، ما تمشيش يا برج العقرب، وانتظر، وهو هيتصلح، لو في حاجه مش عاجباك في العلاقه هتتصلح، وما تخافش وخش بقلب جامد، وبطل بقى تحكم نفسك، بطل تبقى عنيد ومتمسك برأيك بدون أي داعي، لأنه إذا أنا شقلبت الدنيا. على العموم برضه النصيحة هنا حلوة. هو بيحبك قوي على فكرة، والنصيحة بتقول لك لو سمحت ما ترفضش العقد، جالك بعرض مصالحة، وعلى فكرة برضه ده كارت الخاطب، واخد قرار على فكرة عايز يرجع، وإسكنتوا بتتكلموا دلوقتي اهدى عليه، لان هو عمال يدافع عن نفسه كتير قوي، الظاهر من كل شويه بيقول لك على فكره والله العظيم ما عملت حاجه، والله لا والله لا. برج العقرب هقول لكم بقى يعني مشكلته ايه، برج العقرب بنات برج العقرب بالتحديد متملكه، وده مش عيب، مش عيب، متملكين ده مش عيب، لكن تخنق اللي معاها لا، لكن متملكين قوي، ويحبوا الشخص اللي معاه يبقى بتاعهم هم بس. فممكن زي ما قلت لك انه او زي قلت لك يعني عموما انتوا شايفين انه هو مهتم بحاجات تانية وسايبكم، ما تحبوش كده، ده برج العقرب بيحب الاهتمام قوي يعني. طب نشوف المنفصلين.
ممكن غير طبعا الطاقه الاولانيه خالص، ده طاقه تانية، ولو شفتها شبه خلاص. انما لو شفت ان النهايه مختلفه، شوف شبه الشعر ده بيجي منين، يبقى مش بتاعتك، لان الطاقه دي ممكن تبقى ناس يعني ما يعرفوش عن بعض حاجه خالص خالص خالص. مفصلين من برج العقرب، مشاعر ايه حاليا، وناوي الخطوه اللي ياخدها، او عايز ايه من ده. هو حاليا مش هقول مستقر، ولكن هو شايف نفسه الايام دي، وبدأ يبص لنفسه، وبدأ ان هو يشتغل على نفسه شوية. خرج بره سجن افكاره. فكما بيتعامل مع حد برج الجوزاء برج العقرب، ممكن ناخد ورقة تانية. بص يا برج العقرب، هو حاليا خرج بره الهواجس اللي هو كان عاملها لنفسه، العلاقة باظت طبعا، فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجس اللي كان فيها، وبدأ يخرج بره الأفكار السوداوية اللي كان عايش فيها، سواء اللي هي ألم الفراق ولحظة الفراق نفسها، سواء يعني شدته مع بعض أي حاجة، وبدأ يشوف هيعمل إيه في حياته. سواء كان هيهتم بشغل او يرجع العلاقة مرة تانية، لان ده شخص مستقر، وفعلا هو بدأ فعلا بقى مستقر دلوقتي، يعني هو حرفيا بقى مستقر، ومستقر في مشاعره. على فكرة مشاعره مستقرة دلوقتي، وبدأ خرج من كل ده. طيب هو ناوي على ايه؟ هو طبعا مجروح. بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل وجع القلب عموما، فهو خرج طبعا من كده، وهو في السابق كان بالمنظر ده، قلبه مجروح منك جامد قوي، وتعبان قوي، ممكن من غيرك، مش منك، ممكن تكون ما عملتلوش حاجه، هو اللي مشي، فهو من غيرك تعبان، وناوي يرجع تاني العلاقه، لانه اكتشف ان انت السول ميت بتاعه. ممكن تكون بتعامل مع حد برج الجوزاء يعني، او ميزان، برج هوائي هو تاني، وهوائي برضو مش عارفه في ايه، بس تمام. بدأ يكتشف ان انت السول ميت بتاعه، انت يعني انت الشخص الجميل اللي في حياته، وانت الحب الحقيقي، وهيرجع توازن العلاقه دي ان شاء الله باذن الله تاني. ناوي يرجع التوازن العلاقه تاني. ناوي ان هو، مش بقول لكم، استقر، هو مستقر دلوقتي في مشاعره، هيرجع العلاقه دي تاني، وهيشتغل عليها، وعايز يمشي بالعلاقه دي لقدام. عايز يمشي بالعلاقه دي لقدام. هو حاليا دلوقتي مستقر جدا في مشاعره، وبعد طبعا ما كده يعني مش مستقر. طبعا احنا بنزعل قوي لما نعرف ان اللي بعيد عننا مستقر، لكن قبل ما كان مستقر كان ايه؟ كان كده. افرحوا بقى. ممكن يكون اذانا يعني، اذى الشخص، اذى برج العقرب، فهو ما تخافش، هو كان كده وعايز يرجع. ولو بتعامل مع حد برج الجوزاء زي ما قلت لكم، او برج الميزان، او برج تراب، فهو ناوي يرجع، لانه اكتشف ان انتوا السول ميت بتاعه، وهيمشي بالعلاقه دي لقدام ان شاء الله باذن الله. مش حاجه وحشه يعني. طيب العزاب بقى، اللي هو مفيش حد في حياتهم، او بقى لهم فتره طويله او ما ارتبطوش، لان العزاب دول بيبقوا مش منفصلين، حتى لو كانوا انفصلوا بقى لهم فتره طويله قوي ما ارتبطوش. خلينا نقسم الورق الاول عشان العزاب دول حبايبي. عزاب من برج العقرب جاي حياتي. ممكن يكون الشخص ده هيظهر في شهر 8 مش 7 يعني، لأن ساعات ممكن يكون بيغير رأيه، حد يجي يدخل يقول لك بحبك فيغير رأيه. في حد داخل في حياتنا ولا لأ؟ مشاعره إيه؟ وناوي على إيه؟ الحمد لله اخر حاجه دي بتعجبني في الموضوع. طيب قبل بس ما ابتدي في القراءه، افصل حاجه بس كده. بص يا برج العقرب،
الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك، وممكن يكون برضو برج الاسد برضو او برج تراب. الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص قديم برضو او شخص من الماضي برضو، ممكن ما يكونش كان في علاقة اصلا ما بينكم، ولكن هو يحمل مشاعر فياضة قوي ليك، قوي 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 يعني. وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت متذبذبة في الماضي، يعني كان بيخش في حياتك ويخرج تاني بسرعة، يعني يتكلم شهر ويغيب 3 أشهر 6 أشهر، فما كنتش عارف هو عايز منك ايه، وبعد كده مشي تماما ومرجعش تاني. فهو راجع تاني، وممكن يكون شخص جديد بقى، شخص يعني شخص حبوب جدا وبيحمل مشاعر طيبة ليك، ويعتبر السول ميت بتاعك او شبهك، لان ممكن يكون شبهك مش السول ميت بتاعك، شبهك بس مش اكتر. ومشاعره ايه؟ هو مشاعره مندفعة جدا عليك وعايزك، وعايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقولوا كده، عايز يقفل عليك الشابتر من حياته، عايز يقفلها عليك، وعايز استقرار معاك انت. لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت، مختارك انت وعايزك. ممكن تكون كانت علاقة ثلاثية وهترسى عليكم انتوا الاتنين بس. شكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا، شكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا. زي ما قلت لكم، حد قديم بقاله فترة كبيرة قوي ما اتكلمش معاكم، وكانت علاقة ثلاثية وانت سبته ومشيت، او بقى حصل فراق وخلص، هو حصل الفراق وانت بعدت عنه، ولكن القدر رجعك تاني. دي عجلة الحظ، القدر لف لفته ورجعه تاني. وهو شخص طيب على فكرة، مش وحش، واختارك انت وجاي لك باقصى سرعة عنده. بس خلي بالك ان المشاعر بتاعته مشاعر مش مستقرة، خلي بالك يعني مش مستقرة، بيفكر كتير قوي 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 قوي، وقلقان من الخطوة اللي هو هياخدها دي، مشاعره قلقان. بس هو عايز يجي وعايز يستقر عليك ويقفل، زي ما قلت لك، يقفل الشابتر عليك انت، شابتر من حياته عليك انت، ويقفل الماضي اللي حصل، لانها زي ما قلت لك ممكن تكون كانت علاقه ثلاثيه وحبك انت وشايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت ده، ست كبيره زي في القراءه الثانيه بتظهر، يعني حصل اشتياق بمعنى اصح. وهو على فكره اتخزل من الشخص الثالث، والشخص الثالث سابه، لو علاقه ثلاثيه خلاص راحت، وهيرجع لك انت لانه مش عارف يعيش من غيرك، مش عارف اصلا، كل ما يجي ينام يفتكر الذكريات اللي فاتت دي. فهو راجع تاني وعايز يدي فرصه للعلاقه دي مره تانية. ده طاقه ثالثه خالص يا برج العقرب، عشان الناس اللي بتتفرج ما تقولش دي طاقه ثانيه مكمله مع كذا، لا، ده العزاب اللي بقى لهم فتره طويله او ما ارتبطوش، او كانوا مرتبطين، او كانت علاقه ما كانتش علاقه اصلا، يعني ما عارفين بعض ولكن لا حد اتكلم ولا حاجه، ولكن انت اكتشفت ان في طرف ثالث وسبت ومشيت، فهو نهى الطرف الثالث ونهى خالص الموضوع ده، وجاي لك انت يفتح معاك اللي دي. طب نشوف مشاعرك انت ايه تجاه العرض ده، ان ده عرض عموما حتى لو كان عرض قديم، هو عرض. مشاعرك ايه؟ جت معاك مين؟ جت معاك مين؟ انت هتبقى فرحان قوي 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 بالموضوع ده، هتنتصر، هتحس ان انت انتصرت يا برج العقرب، هتحس ان انت انتصرت، انتصرت بيه هو. وتقريبا زي ما قلت لك، هو سابك او انت سبته وزعلت قوي على العلاقه اللي فاتت دي، بس ما تقلقش، هو بيفكر فيك وعايزك، ومشاعرك هتستقر، والموضوع هيمشي للي انت عايزه، هيمشي لقدام وهيمشي للي انت عايزه ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله الحمد لله انتهت على خير، ابراج المائيه هو الحمد لله بتنتهي على خير يعني.
فبرج العقرب اتمنى تكون القراءة عجبتك، وبعيد تاني الطاقة الاولانية غير الطاقة التانية غير الطاقة التالتة، وانا بعملها ثلاثة كده عشان الطاقات ايه هي. ممكن تكون القصة شبهك ولكن حدثت مع حد تاني خالص، عشان الاولانية لو راجع والتاني هنا ما بتفكرش اصلا، والتالتة حد ليه علاقة يعني مختلف تماما او بيفكر ينتقم مثلا ولا حاجة، فلا ملهاش قد مع بعض. والناس اللي بتسأل لا هو ترابي ولا مائي ولا ولا ولا، عندنا خريطة الأبراج شمسي طالع وقمر، فممكن يكون الشمس بتاعه حوت والقمري عقرب، والطالع بتاعه أو الصاعد بتاعه أسد. اتفضل يا سيدي.